مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. ها نحن نلتقيكم في هذه اللقاءات العيديه في الايام الاولى من عيد الاضحى المبارك. اعيادكم مباركه واضحى مبارك عليكم، سائلين المولى عز وجل ان يعيد هذا العيد بالخير واليمن والبركات لجميع ابناء الوطن في داخل ارض الوطن وفي خارجه. اذا ايها الساده الكرام وعلى الامه العربيه والاسلاميه جمعاء، مشاهدينا الكرام ما اجمل الاجواء العيدية هنا في هذه المدينة الجميلة، ونحن بالذات هنا من ساحل أبين ومن أمام الكورنيش الجميل حيث يلتقي فيه العديد والعديد من جميع المحافظات. حقيقة نحن أثناء تقوالنا رأينا العديد والعديد ممن التقت به عدسة الكاميرا، وذلك لأن يقضوا إجازة عيدية سعيدة بين أهاليهم وكذا أيضا لينعموا بهذه الأجواء العيدية. صحيح أنه يعني أجواء حار وهكذا، ولكن مع العيد تنتهي هذا الحر. إذا مشاهدي الكرام لن نطيل عليكم، فرحة العيد هي فرحة للجميع كبيرا وصغارا، نرسمها لكم ونترجمها لكم عبر عدسة كاميرا قناة عدن الفضائية. الكل فرحان وسعيد هنا من العاصمة عدن، هنا من ساحل أبين ننقل لكم وعلى بالصوت والصورة أيها السادة الكرام فرحة العيد، ننقل لكم هذه الأجواء العيدية وهذا التجمع وهذه الصورة الجميلة التي يرسمها جميع من تطا قدمه في هذا المكان في مديرية خور مكسر بالتحديد في من أمام هذا الكورنيش ومن ساحل أبين. إذا مشاهدينا الكرام ابقوا معنا وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بألف خير. عيدين كل عام. علينا وعليكم الصحة والعافية. إن شاء الله. اسمك؟ أيمن مرزوق. محمد عبد الرزاق الأصبعي. كيف العيد؟ العيد تمام الحمد لله. ما لهش حل. صح؟ الأمور طيبة. مع الكهرباء لكن علينا نفرح. تعبنا احنا بالكهرباء قليل، لكن يعني هل نستسلم لانقطاع الكهرباء وهكذا؟ لا، إنما نفرح. الدنيا تشيل الواحد يصبر ويكافح وينجح. فين يعني عدن، ليش ايش اللي يميزه في عدن لهذا التجمع الكبير من رايك؟ يميزه والله قوة وحاجته، بس في ناس يقطعوا فيه بالرزق، ناس يقطعوا الرزق حقه، خلونا نطلب الله. لكن ان شاء الله تتحسن الاوضاع. لكن ان شاء الله تتحسن الاوضاع وتصبر البلاد، ما نشيل هذا الشيء ان شاء الله. تهني من بالعيد؟ ها تهني من؟ نهني اقربائنا ونهني قناه عدن ونهني جميع الاهل والاصدقاء. وانت كمان يعطيك الصحه والعافيه واجازه عيديه سعيده ان شاء الله باذن الله. تهني من بالعيد؟ أهني أول شيء أمي وأبي والطاقم، أنتم كمان نهنيكم، وإن شاء الله وإن شاء الله الأمور تتحسن والكهرباء والأوضاع والأوضاع تتحسن إن شاء الله. شكرا جزيلا. يلا جزاك الله. كيف الأجواء العيدية في عدن؟ يعني الحمد لله على الوضع ده، يعني الواحد قدر يتقبل امر الله الحمد لله على كل يعني شيء. رغم انه ظروف صعبه وهكذا لكن لا نستسلم لهذا. اكيد اكيد ما حد يأس من الحياه بالفعل، ويعني واحد ما يأس من رحمه الله تعالى. اكيد 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 هذا ما لهش دخل. عليه الصلاه والسلام. اكيد ايام العيد. اكيد حبيبي. يعني فين تزوروا في ايام العيد؟ فين تزوروا؟ والله نروح الحدائق، نروح المنتزهات، نروح زي ذي الاماكن. يعني ايش اللي يميز عدن بهذا التجمع الكبير؟ ايش يعني اللي يميز؟ الصراحه يعني الاجواء حلوه كمان، والناس فيها كمان متفاهمين. النظافه. ايوه والنظافه. ايوه يعني كل شيء حلو فيها. اقول لك يعني وناسها كمان طيبين ومتخالقين يعني مع الناس، ويعني متفاهمين. افتهم لك حبيبي. تهني من بالعيد؟ اهني احبابي وصحباتي واهلي وناسي والناس الطيبين، يعني وعلى امه محمد اجمعين. يعطيك الصحة والعافية. تهني من بالعيد؟ والله هني كل الناس، أمي وأبي أصدقائي وكل الناس طبعا الحلوة، وهذه الأجواء الحلوة. والله إن شاء الله يا رب بشكل عام إن شاء الله تجي أحلى إن شاء الله. إذن يعطيكم الصحة والعافية وأجواء عيدية سعيدة إن شاء الله. إن شاء الله عيدين إن شاء الله كل عام أنت بخير. علينا وعليكم الحمد لله. العيد عندك كيف؟ الحمد لله الحمد لله. يعطيك الصحة والعافية. العيد عيد العافية وعيد حقاق بيت الله الحرام. الله اللهم ده حق مبرور سعيد مشكورا. حقيت ولا ما حقيت؟ كانت على 3 سنة قالوا 20 ان شاء الله، لكن تحج ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يعافي عافيه ان شاء الله. كل اراده الله. يطول بعمرك يا رب ان شاء الله. تهني من بالعيد؟ تهني من هنا ان العيال دهون وهنك البيت وهنك كل شيء. نحن بدور نقول لك كل سنه وانت طيب ان شاء الله من العيد.
ايوه ان شاء الله من رنقزي. العايدين كل عام بخير وانت بخير وصحه وسلامه. العيد كيف معاك؟ تمام حلو. الاقوال العيد هنا في حلو. عدد تمام امام مساحه لبي يعني كويس. انت من هنا من آه. لا لا من بير فضل. من بير فضل بقيت هنا تقضي الوقت. ايوه صح ايوه. رغم انقطاع الكهرباء وكذا لكن لابد من اننا ما السعاده عيد نسعد نعم نفرح نعم. ويعني ايش اللي يميز عدن عن بقيه المحافظات الاخرى؟ ليش هذا التجمع كله؟ ايش بحر وذا والاقوى يعني صح النعمه بس البحر البحر يعني عدن فيها تنظيم فيها كورات فيها المدرسات فيها المعالم فيها اهلها طيبين ايضا نعم نعم يرحبوا بالجميع نعم. تهني من بالعيد؟ هني كل الناس كل الناس من هنا ولا من برا نعم. من اي مكان من اي كل الدول العربيه والاهل وكل الناس ونحب دور نقول لك كل سنه وانت طيب ان شاء الله وعيدك مبارك. وعيدكم مبارك كل عام انتم بخير وصحه وسلامه. كل عام انتم بخير وحاجه ان شاء الله ان شاء الله. وانت يعني مستقبل زاهر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. العيد هنا في عدن ايش اللي يميزه؟ الله ما فيش حاجه يعني الامور طيبه والعيد عيد العافيه فعل. يعني ليش الناس هذه كلها تقيل عدن ليش؟ مشان ايش؟ مشان الاجواء والساحل ويعني التنظيم والترتيب آه والنظافه والمتابعه المستمره يلقى على مدينه عدن مدينه جميله صح؟ صح. ايضا هناك ايضا نقطه مهمه هناك من يحمل السلاح هل انت مع من يحمل السلاح؟ لا هذا يعني غلط من ناحيه الامن وامان مفروض الاسلحه وهكذا خالي مدينه خالي من حمل صح السلاح صح. نعم. تهني من في العيد؟ الله ان العائله والاسره واهل عدن ان شاء الله واسال الله اني اعطيهم كل الصحه والعافيه ان شاء الله. نحن بدورنا نقول لك كل سنه وانت طيب ان شاء الله وانتباه لك. كيف العيد؟ الحمد لله. انت من هنا؟ ايوه لا لا من البلاد مكيراس. انت من مكيراس؟ اجيت عندك تقضي العيد هنا في ايوه جيت لهنا. كيف مكيراس في العيد؟ العيد هناك احسن من هنا. هناك ايش فيها مكيراس؟ هناك بكل شيء هنا ضباح. هنا ضباح ليش؟ يعني انت دحين في مكيراس في الاماكن اللي تروحوها؟ نسرح على البيضاء نسرح على المزارع نسرح على جميع المناطق مثل معالم اثريه وهكذا تروحوا لها؟ ايوه. ليش؟ زي سدود ومسابح صراحة تمشي هناك حتى هنا في مسابح ايضا هنا ضباح ما تخرج الا العصر من الصباح لما العصر نايم لكن ان شاء الله في اماكن حلوه وجميله ايوه في اماكن تهني من؟ اهني العائله واهل عدن احمد الميسري. نحن بدورنا نقول لك كل سنه وانت طيب ان شاء الله بصحه وسلامه وانتم صحه وطيبه كل عام انتم بخير. العب معكم بالك يعني بفوز عليكم كيف العيد؟ الحمد لله تمام. عيد عيد العافية صح؟ إن شاء الله. وتنزه هنا في هذا المكان الجميل صح؟ أيوه كل يوم إن شاء الله. أنت تدرس؟ أيوه. إيش من صف؟ صف أول ثاني الآن طالع. طالع ثاني؟ أيوه. المستقبل إيش تتمنى تكون؟ إن شاء الله دكتور. دكتور إن شاء الله. إن شاء الله. حقق لك مستقبلك يا رب. إن شاء الله بإذن الله. تهني من في العيد؟ هنيك الشعب اليمني كل الناس اللي في عدن وأهلي يعني كل الناس. واصدقائك وكل من يشاهدك الان عبر قناه عدل الفضائيه. ايوه كل الناس. عيدك مبارك كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. العايدين. كل عام طيبين وصحه وسلامه. بخير ان شاء الله بصحه وسلامه. وانتم بصحه وسلامه ان شاء الله عاد الله علينا وعليكم. العيد هنا في عدن. العيد العيد معروف في عدن. بكل شيء عدن غير. بالفعل ليش؟ أيوه. ليش يعني عدن غير؟ عدن الامن، عدم الامان، عدم التعايش. هذه هي عدن. بالفعل. هذه تميزنا عن جميع المحافظات. بالفعل حتى ايضا هنالك من ياتي الى هنا الى مدينه عدن لقضاء اجازه عاديه سعيده. نعم. نعم. بيكون اسعد واسعد. بالفعل. واحنا نسعد باي شخص يجينا من اي محافظه. بالفعل. اي نعم. ولناس اهل واهلها طيبين لعدن. وطيبه اهلها تجذب تجذب الزوار طيبه اهلها وجمال طبيعتها. نعم وايضا المتابعه المستمره من قبل قياده المحافظه. اي نعم. اذا امنيتك وتتمنى ايش في العيد؟ والله نتمنى الامن والاستقرار ان يستمر الامن هذا الحمد لله موجود ما حد ينكر شيء هذا احنا في امن وامان بخير الله وخير الرجال اللي في موجودين داخل الادارات وداخل شغالين في الشوارع في كل مكان اي نعم نعم ولكن ان شاء الله ان يعني الامن بشكل عام يعني لليمن ان يعم الامن والسلام نتمنى ان تزول الغمه هذه وان يحفظ البلاد والعباد هذه وان يكون العيد القادم ان شاء الله وقد يعني بشكل عام بلادنا قد تحررت باذن واحد احد هي الحمد لله محرره بالفعل. هي محرره ولكن باقي اشياء ان شاء الله باذن الله جايه نعم. باذن واحد احد تامل البحر صح ايه كيف حلو منظر البحر ماذا يريح البال صح الحمد لله تمام كل شيء اكيد والعيد في عدن كيف تمام والله بخير حلو صح الحمد لله هني من بالعيد والله لا الجميع نعم الجميع الجميع
ايوه والاهل وال دور انقلاب كل سنه وانت طيب ان شاء الله ويجاز عيد يا سعيد. شكرا جزيلا. طيب كل عام ان شاء الله. إجازة عيد يا سعيده. علينا عليكم ان شاء الله. العيد كيف؟ الاقوال العيديه كيف؟ بخير والله سابر. ايوه. ايش احلى احلى حاجه في هنا في فرمكس؟ في هذا البحر. ها؟ السباحه ايوه ولا. سبحته؟ لا ما سبحناش اليوم. لكن التعمق في السباحه في هذه الاشهر خطر. يعني لا تتعمقش في اكثر صح؟ المكان الاماكن العمرياح لانه يعني تسبح لكن في الاماكن القريبه. ايوه. يعني فين تروح في العيد؟ نروح نخرج خور مكسر نخرج يعني الحدائق نخرج ايوه. والتهني من بالعيد؟ نهني الشعب اليمني ونهني اليمنيين كامل بالعيد، عيد سعيد وكل عام وانتم بخير كلهم. نعم ونحن نقول كل سنه وانت طيب ان شاء الله ويجازى عيد يا سعيد. علينا وعليكم. لا تكتمل فرحه العيد الا بمن؟ بانتم صح؟ يعني انتم تقولوا هي متى بيجي العيد متى بيجي العيد، انتم فرحانين كل يوم صح؟ لما اجى لكم العيد؟ ايوه اجى الحمد لله. كيف العيد؟ الحمد لله. حلو الحمد لله. فين رحت اول يوم؟ الان هنا. هنا؟ ايوه. والصباح فين؟ الصباح عايد على البيت وامي وابوي. صليته؟ ايوه الحمد لله. ورحت عند الاهل وهكذا؟ ايوه. جمعت عيديه؟ لا عادك ما جمعتش عيديه؟ مش بالفلوس. هو بالفرحه بس. بالفرحه العام. لكن ان شاء الله يعني انت يعني تدرس سنه كم؟ أول ثانوي. أول ثانوي إن شاء الله بالمستقبل إيش تتمنى تكون؟ إن شاء الله. تتمنى إيش تكون بالمستقبل؟ إن شاء الله دكتور. دكتور إن شاء الله بتعالج إحنا صح؟ أبشري. ولا يهمك. إذا أي مريض يجي لك على طول. كل عام أنت بخير وتهني من بالعيد. أمي وأبوي. ومين كمان؟ وإخواني. ومين؟ بس. وأصحابك؟ لا الله معهم. الله معهم. الله معهم. إذا كل من يشاهدك الآن عبر شاشة قناة عدن الفضائية، كل صغير وكل كبير يبعث اسمك؟ فهد علي منصور. فهد يبعث لكم التهنئة من شاشة قناة عدن الفضائية، يقول لكم كل عام وأنتم بألف خير وأنت بصحة وسلامة إن شاء الله وعيدك مبارك. علينا وعليك إن شاء الله. كل عام أنت بخير إن شاء الله. وأنت بخير إن شاء الله. اسمك هلا؟ ولا ما أيوه. قاعدة أدور. قاعدة تدوري. كيف العيد؟ تمام حلو. فين رحتي الصباح؟ الصباح نوم طبعا نوم. صلينا وبعدين نوم. وزربيان العيد حلو جنن. يعني شواطئ عدن وايش اللي يميز عدن؟ الابين. ساحل الابين يعني مميز بكل شيء صراحه. ما اعرف انا ايش اقول لك، عدن كلها مميزه صراحه. لكن لكي تكون اجواء العيد جميله جدا يجب ان يكون ايش؟ يمنع حمل السلاح صح؟ اكيد. نعم شيء اكيد هذا للامان وللحفاظ على الناس وكذا. بالفعل. اذا تهني من بالعيد. أهني أبوي وأمي وأهلي وكل عائلتي بلودر وكذا. نحن نقول لك كل سنة وأنت طيبة إن شاء الله ويجاز عيد. أنتي على هذه الطلة الحلوة في ساحل الأبيان. كمان يعطيك الصحة والعافية، نوركم هو الأجمل. يعطيك الصحة والعافية ويجاز عيد يا سعيد. إن شاء الله. شكرا جزيلا. اسمك؟ سعيد عمر. يا سعيد من وين يا سعيد؟ من حضرموت. من حضرموت. جيت يعني أنت ساكن في عدن ولا؟ ساكن في أبيان. ساكن في أبيان وجيت تقضي إجازة العيد هنا في عدن صح؟ أيوه. نعم. كيف العيد هنا؟ الحمد لله تمام. حلو صح؟ حلو. فين الحلو؟ عدن أم أبيان؟ عدن. 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 وأبيان إيش فيها؟ إيش من أماكن الحلو؟ باتيس. مزارع وسيول. لكن زي عدن صح؟ لا. عدن غير. عدن غير. عدن شواطئ، عدن متنفسات، عدن معالم أثرية، عدن بأهلها الطيبين. نعم بالله. وأبيان أيضاً. أيوه. نعم. يعطيك الصحة والعافية، تهانيك لمن؟ تهني من؟ تهني أمي وأبي وإخواني. وجميع الأهل والإخوان. والأصدقاء. نعم. والأصحاب والأصدقاء. نعم وكل من يتابعك الآن. نعم بالله. ونحن نقول لك كل سنة وأنت طيب إن شاء الله من العايدين السالمين. من العايدين كلهم. شكرا جزيلا لك. حياك. اسمك؟ خالد. من وين يا خالد؟ حضرموت. حضرموت. من وين من حضرموت؟ تريم. تريم يا حي بتريم أهل تريم. هنا في ساكن في عدن ولا جيت قضاء جزء؟ زيارة. زيارة. وفين الأجمل عدن أم حضرموت؟ العيد. على الرأي حضرموت. حضرموت. ايش فيها حضرموت؟ فيها اماكن فيها كذا بعدن؟ لا. ايش فيها؟ يعني من شعبها. فين تروحوا في العيد؟ والله الحدائق ما سيون. برضو تريم. ايوه. زيارات. البحورات وهكذا؟ لا بحور ماشي. ماشي. بينه وبين البحر 6 ساعات. لكن في عدن؟ غير. عدن غير. إذا نتمنى لك قضاء إجازة عيدية سعيدة ولكافة أسرتك الآن الذي يتابعوك في تريم وكافة حضرموت وتهانيك لمن؟ تهني من؟ كيف؟ تهني تهني من؟ تهنيتك لمن ترسله؟ تهني أمك تهني أبوك العائلة وجميع أسرتي تهنئة لهم. نعم ونحن بدور نقول لك كل سنة وأنت طيب إن شاء الله. آمين يا رب. نعم.
انت بخير ان شاء الله من العايدين بصحه وسلامه. الفايزين كل سنه انتم طيبين ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. كل امالك. ان شاء الله القمه. هيا. تهني من في العيد؟ نهني جميع الصحاب وجميع ابناء عدن. و هنا تقضي هنا في الساحل صح؟ ايوه. كيف الاجواء هنا؟ والله الاجواء حلوه الحمد لله. ايوه. طيب ايش تقول الان يعني من لا يجعل فرحه العيد بحمل السلاح؟ والله دي مشكلتهم يعني. يعني من حمل السلاح صح؟ ايوه يعني غلط تحمل السلاح الحين بالاقوى المدينه وده ما تطلب الراجع فين بيرجع مكانه بيرجع لفوق المواطنين بيرجع لفوق نحن. والرصاص الراجع يقتل مين؟ يقتل طريق. ايوه نعم. تهني من بالعيد؟ والله نهني اهل بيتنا والحمد لله واهل عدن كامل. نحن نقول لك كل عام وانت بخير ان شاء الله من العيد. من الفايزين ان شاء الله. شكرا جزيلا. طيبا العفو. كل عام بخير. الله يعافيك ان شاء الله. ابنك صح؟ اسمه؟ يحيى. يحيى. قلت هنا اللي يعني تغير جو صح؟ لا لا مو ساكن هنا. انت ساكن هنا يعني تغير جو لكن فينا في البحر صح؟ ايش اللي يميز عدن وهذه الاجواء الجميله؟ ايش اللي يميزها عن باقي المحافظات وباقي الاماكن؟ الساحل. الساحل. الساحل صح؟ ايوه. والمتنفسات. الساحل والمتنفسات والحدائق وزي ما تقولي اللعاب حق القهال الاطفال وهذي كذا بس. اول العيد ايضا في فرحه الكبير والصغير صح؟ ايوه ايوه. نعم. وقبل كل شيء العيد هو عيد ايش؟ عيد الصحه والعافيه. عيد الصحه والعافيه. نعم. فكم من يعني مريض يتمنى ان يعني ان ينعم بالصحه والعافيه. ان شاء الله. عندما تكون انت في تمام يعني في كامل صحتك فقل الحمد لله. اللهم لك الحمد. الحمد لله. تهني من بالعيد؟ والله نهني اباءنا واخواننا وامهاتنا الذي بالبلاد المغاريح ونقول لهم عيدكم مبارك مؤخرا. يحفظنا ويحفظكم ربي ويمدلكم العافيه ان شاء الله. وانت الصحه والسلامه يا رب. امين ان شاء الله. اجازه عيد سعيده. امين ان شاء الله. اسمك؟ السلام عليكم. محمد عبد الله. اسمك صف كم؟ طالع خامس. طالع خامس. وفين رحت الصباح؟ رحت صليتها صح؟ أيوة. مع من صليتها؟ مع ابي. مع ابوك. ومن كمان؟ مع اصدقائك صح؟ أيوة. بيتهم. وطيب وفين رحت تزور؟ رحت ازور البحر. زرت الاهل صح؟ ايوه. جمعت الحق العيديه صح؟ وجيت هنا لايش؟ لقضاء جزاء يعني للبحر صح؟ حلو الجو. ايش تهني؟ ايش تقول لماما وبابا والجميع اصدقائك واخوانك والجميع ايش تقول لهم؟ اقول لهم عام مبارك كلكم وانتم بحي وانت بصحه وسلامه ان شاء الله. وانت بصحه وعلامه ان شاء الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. العايدين ان شاء الله بصحه وسلامه. كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه ان شاء الله. كيف الاجواء العيديه في عدن؟ والله الحمد لله عدن روعه في اهلها اولا. عدن جنه شواطئها منتزهاتها و تنظيمها باهلها اكيد. نعم. شيء طبيعي بالفعل. ايضا بنظافتها مستمره. عدن غير بالمختصر. نعم. نعم. فين رحت في العيد؟ فين رحت؟ لسه ما رحت مكان، بقيت هنا اول يوم. بقيت الايام فين بدرس؟ اشتغل وادرس. تدرس؟ نعم. ايش تدرس؟ ادرس علوم سياسيه. ربنا يعطيك الصحه يعني يوفقك يا رب ان شاء الله ومستقبل زين. وقفت غير الان ادرس صيدله. يعني هنا وهنا ان شاء الله. وقفت القيد وانت تدرس صيدله. نعم. يعني ان شاء الله تكون صيدلان يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. الله يعافيك. تهنئتك لمن؟ اهني عائلتي وكل احبائي واغربائي والاصحاب. ونحن بدور نقول لك كل سنه وانت طيب ان شاء الله واجازه عيديه سعيده. وانتم بخير وصحه وسلامه ان شاء الله وشكرا لكم على هذه التغطيه في اجواء في شوارع عدن. دورنا هذا الاعلام الذي ينقل فرحه كل من يفرح في هذه الايام المباركه ايام عيد الاضحى. شيء طبيعي. انتم خاصه قناه عدن لكم جزيل الشكر من كافه الشعب. الله يعطيكم العافيه. شكرا جزيلا. شكرا لك. كل عام انت بخير. العايدين ان شاء الله صحه وسلامه. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. صحه وسلامه يا رب الجميع ان شاء الله. الفايزين ان شاء الله. ان شاء الله وحاق بيت الله الحرام الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. كيف الاجواء العيديه؟ الحمد لله بس الرطوبه مرتفعه لكن العيد يتغلب عليها صح؟ صحيح صحيح, صحيح, صحيح. يتغلب على يتغلب طبعا عندما تشاهد الفرحه. الفرحه يكفي بالفعل. يكفي يعني. فين يعني ايش من اماكنك كنت رحتها؟ ماشي هنا كنت مخزن العيال ومروح لها. في اماكن اخرى تزورها في خلال العيد؟ رطوبه لا مشغول بعمل. نعم. اذا يعطيك الصحه والعافيه وتهنئتك لمن؟ لمن؟ للجميع الجميع. جميع ابناء عدن. نحن بدورنا نقول لك كل سنه وانت طيب ان شاء الله بصحه وسلامه ان شاء الله من العيد. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. شكرا. كل عام انت بخير. وانت بألف خير. عايدين ان شاء الله بصحه وسلامه. امين ان شاء الله وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. ان شاء الله. كيف الاجواء هنا؟ والله الاجواء حلوه، اجواء عيديه ان شاء الله. ها؟ اجواء فرحه ان شاء الله. عندما تشاهد فرحه الجميع. اكيد ان شاء الله. نعم. تنسى انقطاع الكهرباء، تنسى يعني كل الظروف. نعم. فعلا. المعيشيه. رغم الغلاء رغم الكذا بس فرحه العيد تكون ثانيه. بالفعل لها نكهه. اكيد. وعدن لها نكهه غير. نكهه العيد في عدن غير اصلا. بالفعل. بالفعل. ايش اللي يميز عدن؟
تميز هذا يعني ما حد يقدر يوصفها يعني تتميز باشياء كثيره بحب اهلها بمكانه سواحلها بطبيعتها بجمالها يعني في عده اشياء اللي تحب عدن. تهانيك لمن؟ اهنا اولا والدي ووالدتي وزوجتي كمان ان شاء الله وكافه الاهل واهل عدن كامل. ونحن بدور نقول لك اجازه عيديه سعيده. امين ان شاء الله. كل عام بخير. وانت بخير. انت بخير ان شاء الله. عيد ان شاء الله بصحه وسلامه. كل عام وانتم بخير. كيف الاجواء العيديه معكم؟ تمام الحمد لله. صح؟ عدن غير. عدن غير اكيد. ليش عدن غير؟ ليش ما تكونش مثلا لحق غير، ابين غير، حضرموت غير، اي حاجه ليش؟ ليش اللي عدن غير؟ ايش في انها ساحليه، منطقه ساحليه ومنطقه راقيه برضه. اهلها راقيين برضه. يعني يستقبل الجميع. نعم صحيح. معطيه تعايش السلمي. نعم صحيح. تحب تهني من بالعيد؟ أهني الأهل والأصدقاء وأهل عدن خاصة. نعم ونحن بدور نقول لك كل سنة وأنت طيب إن شاء الله. أنت طيب إن شاء الله. حركتهم لل أكيد البحر والأيام القادمة بالعيد؟ أكيد يوميا الآن انتهي العيد. والملاهي وهكذا توديهم؟ أكيد كل يوم مكان بيروحوا. نحن بدور نقول لك كل سنة وأنت طيب إن شاء الله. أنت طيب إن شاء الله. هلا صف كم يا هلا؟ صف رابع. من لبسك هذا الثوب الحلو؟ أمي. ليش لبسنك هذا الثوب الحلو؟ لأنه إيش؟ عيد. لأنه عيد. فرحانة بالعيد؟ ها؟ أيوة. فين رحتي؟ رحت حال هاوي. والنقشة دي الحلوة؟ من نقشك؟ خالتك. فرحانة صح؟ هذه اسمها؟ مريم. لأن مع الأسرة صح موجودين؟ إيش تقولي للأطفال الذي يلعبوا بالألعاب النارية؟ إيش تقولي لهم؟ خطيرة صح؟ لا تلعبوش. طيب تهني من بالعيد؟ هني ماما بابا صح اخوانك صح جميع الاهل وكل عام وانت بخير. ايش تقول لهم؟ عيدكم مبارك. انا عليك ان شاء الله. كيف العيد؟ الحمد لله حلو تمام. وانت؟ الحمد لله تمام. كيف الحمد لله تمام حلو صح احسن الاجواء الحمد لله لا الحمد. رغم ايش؟ رغم انقطع الكهرباء ورغم الغلاء الكهرباء والقلاء والظروف نحن مكان نضحك صح بدنا نفرح صح ولا ايش عاد باقي؟ بالفعل قدم معانا العيد كبير صح الحمد لله ونصبر اكيد. تهنوا من بالعيد؟ نهني اهلي واغربائي واللي كل مكان وامامي اللي بالخارج والسعوديه نهني عائلتي واللي غربائي واللي قعولي الحمد لله. هني امي وابي واهلي اقول لهم كل عام وانتم بخير ودوم ان شاء الله. ان شاء الله صحه وسلامه وانا ايش انا الان فرحان ولا انا فرحان سعيد الان صح فرحان والله اتم الفرحه كامل فرحتي. ايوه وانت تهني مين؟ طعم نهني الوالد والده والاهل ونهني الوطن رغم هذه الظروف القاسيه ولكن فرحانين والله يديم الفرحه بيننا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله من اجازه عيد سعيده. شكرا جزيلا ان شاء الله. عليكم كل عام وانتم بخير. العيد ان شاء الله بصحه وسلامه. من كيف نهن؟ كيف الاجواء العيديه؟ تمام حلوه صح؟ كيف الحمد لله تمام. ايوه تمام حل العيد. شنو يميز العيد؟ الفرحة وكل شيء يعني نخرج نتمشي وكل شيء رغم انقطاع الكهرباء رغم الظروف لكننا علينا أن نفرح أن لا نيأس. أيوة نعم ولا نستسلم يعني لليأس ولا ونصبر ونتحمل. أيوة نتحمل أكيد لأنه العيد فرحة ولازم كل الناس تفرح في العيد كبير وصغير. أيوة تهني من بالعيد؟ أهني أهلي وحبايبي وكل ما من أحب زيها أهلي وحبايبي وأمي وكلهم صديقاتي وأخواني نعم كلهم أمي وأبوي وزوجي وكل أهلي. دورنا نقول لكم كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله من العايدين. ممكن من أهل العلم وعلى جبع. مشاهدينا الكرام لازلنا نتجول معكم ونرسم الفرحة في أوجاء وأيضا نرسلها لكم نترجمها عبر شاشة قناة عدن الفضائية وذلك بحلول عيد الأضحى المبارك وبهذه الأجواء الجميلة من هنا من ساحل أبين. كيف العيد؟ العيد ما شاء الله الحمد لله تمام وانت بخير وانت بخير ان شاء الله صحه وعافيه وعيدكم مبارك ان شاء الله علينا وعليك ان شاء الله امين عافيه ان شاء الله. ايش اللي يميز عدن عن باقي يعني الاماكن الاخرى؟ والله يميزها المناظر الخلابه اللي في عدن الناس الطيبه اللي في عدن الاجواء الحلوه اللي فيها فعل وكل شيء حلو في عدن ما شاء الله. نعم رغم يعني حتى الظروف المعيشيه وهكذا لابد من اننا نفرح صح لازم يعني نسعد لنعيد لنعيد يعني نعيش بسعاده مع الاجواء مع الناس اللي هنا مع الاجواء حلوه ما شاء الله. تهني من بالعيد؟ نهني كل محب على قلبي وكل من يحب ان يهني لي بهذا العيد المبارك اقول له عيد مبارك كل عام وانت بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. ونحن بدورنا نقول لك كل سنه وانت طيب ان شاء الله ولكافه اهلك ولجميع اصدقائك وكل من يتابعك الان عبر شاشه قناه عدن الفضائيه كل عام وانت بصحه وسلامه اجازه عيد وانتم بخير ان شاء الله وصحه وعافيه. شكرا جزيلا. عيد مبارك كل من يشاهدنا ان شاء الله.
الحمد لله. عيدك مبارك، كل عام بخير. وانت بخير ان شاء الله. كيف الاجواء هنا في حرمه سر؟ والله الحمد لله الجو حلوه وفي ازدهار. انزل ايوه من خلال القياده هنا بالسلطه المحليه بالمامور وايضا للمحافظ وزير الدوله احمد الاستاذ احمد حامد الاملاس وايضا الحكومه وايضا القياده المجلس الرئاسي، جميعهم يهتمون بالذات في العاصمه عدن. ايش اللي يميز عدن عن باقي المحافظات؟ ايش اللي يميزها؟ يميزها حالا يعني اماكنها وناسها طيبين عدن. يعني تهني من في العيد؟ اهني كل حبايبي وكل اهلك كل اهلي. نعم. اصدقائك واصدقائي كل من يتابعني. نعم. نحن نقول لك كل سنه وانت طيب ان شاء الله ويجازي عيد سعيد. وانت طيبه. شكرا جزيلا. شكرا. سنه وانت طيبه. انت طيبه. كيف العيد؟ تمام تمام. مين نقشي؟ نقشي الحرمه. مين مليها؟ من ودنك؟ امي. امك صح. من لبسك؟ امي. امك. ومن اعطاك هالعيديه؟ امي. امك صح. وش تقولي لماما وبابا؟ ايش تقولي لهم؟ كل سنه وانتم طيبين. وقفي هكذا الكاميرا عشان تقولي لهم ايش تقولي لهم؟ كل سنه وانتم طيبين. طيب وش تقولي كمان للاطفال الحلوين الذين يلعبون بالالعاب الناريه؟ ايش تقولي لهم؟ هل يلعبوا يستمروا يلعبوا بالالعاب الناريه ام ايش؟ يتوقفوا؟ ام يتوقفوا. يتوقفوا ليش؟ لانها ايش؟ خطيره. لانها خطيره. تتعور تصيب تصيب الاطفال صح؟ يلعبوا ايش فيها؟ خلوا العيد حلو. نحن ايش تشي تكوني بالمستقبل؟ اكون دكتوره. دكتوره تعالجيني؟ ايوه. دكتوره ايش؟ إذا نتمنى لك مستقبل زاهر يا رب إن شاء الله وعيدك مبارك. كل عام بخير. كل عام بخير إن شاء الله. صحة وسلامة إن شاء الله. الحمد لله. أجواء العيدية؟ والله أجواء عدن غير عدن. حلو. أيوه. يعني كل عيد عن عيد يختلف، كل ما لها إلا عدن تتطور أكثر فأكثر. أيوه أيوه مع الزحمات كذا قليل عاد تطور أكثر. لكن مع الاهتمام مع يعني التنفسات البخور نظافتها وغيرها من هذه الأماكن الجميلة. ما شاء الله وضع قدامك الوضع. الوضع امان ايضا، الامر استقرار موجود ايضا. ما شاء الله ما ديد الايام ما يحتاج وضع عدن بالفعل. نعم. ولا بد يعني من انقطاع الكهرباء وغيرها من الظروف غلاء الاسعار وكذا، لا بد من الانسان ايش يخرج يتنزه قليل. نعم. يعني الايام هي فرحه. تهني من بالعيد؟ هني الاهل والاقارب والاصحاب كلهم. وانت تهني من بالعيد؟ هني الاهل والاقارب والاصحاب. كل عام وهم بخير ان شاء الله. انت من وين؟ لهجتك؟ من المكلة. يا حي باهل المكلة، كيف المكلة؟ والله تمام كلة. حلوة. زين الحمد لله. رايضة. رايضة. يا والله تمام. والاجواء كيف؟ والله الاجواء حلوة والله، بس هنا حماة، الاجواء تمام هناك المكلة. الكهرباء. مع الفرحة مع هكذا. الحمد لله. ايوه مع الفرحة، في طفي هناك بس مش كما هنا. الحمد لله. إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله. إذا إجازة عيد يا سعيد. الحمد لله. ما إجازة لله. خير. ليه الفرحة دي؟ فرحة لأنه عيد صح؟ فرحة يا. كل عام أنت إن شاء الله يا رب تتحقق جميع أمانيك يا رب. إن شاء الله أنت. وأنت كمان كل عام بخير. عام كل عام بالصحة والعافية إن شاء الله. آمين آمين. وأنت كذلك كل عام بخير. آمين إن شاء الله. نعم. تهانيك لمين؟ تهاني مين؟ هني جميع إخواننا دي بعدن وخارج المنطقة وباليمن إن شاء الله، وجميع إخواننا وأمهاتنا وآبائنا. ولقعنا وخلاتنا عندي تهني من بعيد. أمي وأبي وأهلتي والقول إن شاء الله. إيش تقول لهم؟ عيد مبارك إن شاء الله وكل عام تب خير و... نعم. وإن شاء الله إجازة عيدية سعيدة كل عام تب. آمين الله. للعايدين إن شاء الله بصحة وسلامة. علينا وعليك. كيف العيد معكم؟ حلو يعني. حلو صح؟ إيش اللي يميز العيد بعدن؟ يعني والألعاب والخرجات حلو يعني عدن. تهني من بالعيد؟ كيف يعني؟ هني من؟ هني الجميع. أمك وأبوك وأمي وأبي وأخواني وخواتي. نعم وكل من عز عليك. أيوه. نحن دور نقول لك كل سنة وأنت طيبة إن شاء الله. علينا وعليك. كل عام بخير؟ أنت كل سنة وأنت بخير. أنت بخير إن شاء الله سلامة. العيد كيفه حلو؟ أيوه حلو. تهني من بالعيد؟ إحنا عائلة إحنا وكل إحنا. نحن نقول لك كل سنة وأنت طيبة إن شاء الله بصحة وسلامة. العيد. كل عام أنت بخير؟ كل عام بخير وصحة وسلامة. كيف العيد معكم؟ والله العيد كما شايف الأجواء، الأجواء حلوة في العيد. كيف هي؟ شوف الأجواء. بشاش. العيد عيد العافية عيد الفرحة صح؟ أيوة العيد عيد العافية عيد الفرحة. نعم. تهني من بالعيد؟ والله أهني كل الناس وكل المسلمين وكل الأغارب وكل. وأصحابك صح اللي جنبك الآن. هذا هو أول ناس. يعطيك الصحة والعافية وإجازة عيد سعيد. آمين. كيف العيد معي؟ الحمد لله تمام. الحمد لله ربنا يسهلها صح؟ أيوة نمشيها يعني نغير جو إن شاء الله. صح.
ايوه العيد بعدن يتميز بايش؟ يتميز بحلاوته وحلاوه ناسه وطيبه ناسه وطبعا بوجودك ايضا ان شاء الله وتعرفي عليك ان شاء الله. تهني من اهني امي وابي طبعا وجميع سكان اليمن ان شاء الله وينعاد بالصحه والعافيه واليمن ان شاء الله بخير بدون حروب ان شاء الله. العالمين كل عام تبقى من العيد عليك ان شاء الله. مشاهدينا الكرام ايضا الفرحه العيد ليست فرحه الكبير انما ايضا فرحه الصغير كيف لا، وهذه الفرحه مرسومه على محياهم. اسمك يا بطل؟ عبد الملك. محمد. محمد. الله. احمد. احمد. فضل. الله. محمد. كل عام انتم بخير ان شاء الله بصحه وسلامه. كيف العيد عندكم؟ الحمد لله حلو. ايوه جيتم هنا. ايوه وفين شي تروحوا الايام الباقيه بالعيد ان شاء الله؟ اذا بنروح اي مكان عدن بنروح. ملاهي مش اي مكان. اي مكان. اي مكان. ملاهي. 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 طيب ايش تقولوا لامك ولابوك ولاخوانكم ولجميع جميع اهلكم والجميع كل من يتابعكم الان عبر قناه عدل الفضاء ايش تقول لهم؟ سلم عليهم. سلم عليهم ونحترمهم ونقدرهم. يعني تسلم عليهم حق العيد. عيد كل عام انتم بخير. كل عام انتم بخير. اسلم عليهم واقول لهم عايدين. عايدين عيدك مبارك. الله يحفظهم ان شاء الله. نعم هذه الكلمه بالفعل. أيوه. الله يحفظ كل اب وكل ام من رب هؤلاء الصغار الى ان يكبروا. كل عام وانتم بالف خير. وانت ايش تقول لامك ولابوك؟ كل عام انتم بخير وانت بخير ان شاء الله. هؤلاء هم جيل المستقبل، هؤلاء هم صغارنا اليوم ولكن في الغد سيكونوا كبارا، هم بناة هذا المستقبل. اذا فرحه العيد ليست فقط للصغير انما ايضا فرحه العيد ليست فقط للكبير انما ايضا فرحه العيد للصغير كذلك يترقبها بكل لهفه وشوق بحلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك على الجميع. ابقوا معنا، ما زالت اللقاءات مستمرة معكم عبر شاشة قناة عدن الفضائية. كيف العيد هنا في فارمكسر؟ الصراحة يجنن. يجنن يروع. أنا أفضله أحسن من الأماكن كامل. ليه؟ يعجب نرتاح فيه. ترتاحي في هذا المكان صح؟ طبعاً. مكان مفتوح يعني عامل كل الناس والأجواء حتى أيضا. أيوة حلوة. أيوة أجواء جدا حلوة. حلو أجواء حلوة وعيدية. تهنوا من بالعيد؟ أهني أمي الله يحفظ لياتها وهني عائلتي كامل. أهني إخواتي وأمي والعائلة كامل كمان. أهني أمي وإخواتي وصديقاتي وكل شخص غالي على قلبي حتى أبناء اليمن أهنيهم أهل بلادي. أهني أمي وأبي وأهل وكافة الشعب اليمني وكل إن شاء الله بصحة وعافية كل سنة يا رب. أهني أبي وأمي وإخواني عائلة كلهم. نحن بدورنا نقول لكم كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله وينعاد عليكم بالخير والبركات وايضا بالصحة والعافية وعيدكم مبارك يا رب العالمين وان يكون العيد القادم ان شاء الله وقد حل الامن والسلام باذن مولى تعالى في ربع هذا الوطن. اذا اجازة عيد سعيدة لكم، عيدكم مبارك. تسلم الله. الواقفة ان شاء الله. شكرا جزيلا. ان شاء الله. شكرا. امان الله. عليكم السلام ورحمه الله. العايدين كل عام طيب. انا وعليك ان شاء الله. كيف العيد معك؟ والله الحمد لله تمام. ما شاء الله. تعيد على مين؟ تهني مين بالعيد؟ اهني الوالده والوالد على كل شيء. نعم نقول كل سنه وانت طيب ان شاء الله بصحه وسلامه. وطيبين ان شاء الله بسلام وبخير ان شاء الله. من العايدين ان شاء الله. انا وعليك ان شاء الله. كل عام انت بخير. كل عام وانت بخير. والصغار دنا الحلوين جيتهم عشان يعني تفرحوا بالعيد صح؟ اكيد خرجنا ان شاء الله. من العايدين كل عام وانت بخير صحه وسلامه وعافيه وعلى جميع الشعب الجنوبي. نعم. كيف الاجواء العيديه هنا في عدن؟ والله الحمد لله الاجواء حلوه والناس يعني ما شاء الله فرحين. رغم انه انقطاع الكهرباء لساعات، رغم انه الظروف يعني المعيشيه غلاء الاسعار وغيرها، لكن الناس فرحانه. والله الناس فرحانه الحمد لله، اللهم لك الحمد، العيد عيد العافيه. فعلا؟ والله والناس تخرج تتمشي بالحدائق بالبحر بكل مكان. والابتسامة موجودة والحمد لله. قبل كل شيء الأمن والاستقرار موجود. أهم شيء الأمن، أهم حاجة الأمن موجود الحمد لله. الله يحفظكم. نعم بالفعل. ونشكر جميع الذين يعني يحافظوا على الأمن داخل عدن. الله يحفظهم جميعا إن شاء الله. تهني مين؟ والله نهني جميع الشعب أولا تمام، ثم نهني القادة المسؤولين الله يحفظهم جميعا ان شاء الله. اسرتك عائلتك اسرتي كامله موجوده. نعم. الله يحفظك. هذا الاولادي، هذا انيس. انيس. وهذاك حمزه. الحمد لله. انيس مشو غير ايضا الشواطئ توديهم الملاهي صح؟ ما نوديهم الملاهي يوم فان سيتي، يوم الملاهي، يوم نعم. مطعم، يوم البحر. نعم. معانا هذا الاسبوع اجواء عيديه. اجواء عيديه ما نوديهم كل مكان ان شاء الله. ان شاء الله. اذا كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله بالصحه والسلامه يا رب. يجازى عيد سعيد. واياكم ان شاء الله. الله يحفظكم. ومعنا الأبطال الصغار أيها السادة الكرام، المشاهدون الكرام، هم فرحانين بالعيد. الفرحة فرحان صح؟ ليش فرحان؟
تمشي العاب العيد لنعيد صح؟ جيت هنا تتمشي صح؟ تهني من بالعيد؟ امي وابي واخواني. ايش تقول لهم؟ الف مبروك. ابوك تونس؟ ايش تقول لابوك بتونس؟ عيد مبارك علينا وعليه. وانت بخير ان شاء الله بصحه وسلامه قول له. وايضا وكافه اصدقائك صح؟ وانت؟ تهني من؟ اهلي. وانت تهني من؟ هني يا اخي وامي واخواني واللي قعولي. وانت تهني من؟ اخواني. امك صح؟ اللي لبسنك وعمل لك ده الخضاب صح؟ وانت؟ وانا اخواني وابوي كلهم. كلهم صح؟ فرحانه بالعيد صح؟ وانت تهني من؟ اهلي. هني امي وابي وهني اخواني خواتي وهني اللي يقعوا لي كامل. انت تهني من؟ هني لاهلي كامل. اذا مشاهدينا الكرام الان هؤلاء الاطفال اريدكم ان تقولوا في مناسبه العيد الان ابوك وامك اخوانك خالك خالتك الكل حقيقه اصدقائك الان يشاهدوك الان عبر شاشه قناه عدل الفضائيه ايش تقولوا لهم بمناسبه عيد الاضحى المبارك ايش تقولوا لهم؟ ثاني مره كل عام وانتم بخير وبهذه الكلمات هذه الكلمات البريئه من اطفال صغار اطفال يفرحون يفرحون بماذا يفرحون بقدوم عيد الاضحى المبارك اضحى مبارك على الجميع جعله الله عيد خير عيد يمن عيد بركات عيد فرحه وسعاده ترسم هذه الفرحه في وجوه الجميع ليس كبارا انما صغارا ايضا الجميع حقيقه دون استثناء ايضا لكبار السن والمرضى وغيرهم حقيقه ولحجاج بيت الله الحرام نسأل الله العلي القدير أن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين وأن يجعل حجهم حجا مبرورا وأن يجعل سعيهم سعيا مشكورا وأيضا أن يتقبل منهم حجهم بإذن مولا تعالى إذن بهذه الكلمات من هذا المكان الجميل من هنا من العاصمة عدن من أمام أحد المتنزهات أحد الشواطئ الجميلة أحد الكورنيشات هنا في خور مكسر الذي يهتمون بها كثيرا السلطة المحلية وأكد أيضا قيادة المحافظة وغيرهم حقيقة من في الدولة يهتمون بالعاصمة عدن وذلك لتكون عدن عدن ماذا تكون؟ تكون أجمل وأروع وذلك لاستقبال كل من تطأ قدمه لهذه المدينة الجميلة سواء كان في خور مكسر أو جميع المديريات التي فيها الحفلات الغنائية المتنزهات يعني حقيقة يعني العيد مجهز في كل شيء في الأماكن الترفيهية لدى الجميع عدن قضاء إجازة عيدية سعيدة نتمناها للجميع دون استثناء وعيدكم مبارك أضحى مبارك على الجميع وهذه تهاني أرسلها لكم يا أبناء هذا الوطن أبناء الشعب داخل أرض الوطن وخارجه والأمة العربية والإسلامية عبر شاشة قناة عدن الفضائية بحلول عيد الأضحى المبارك عاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات نلقاكم على خير وعافية إن شاء الله في لقاءات قادمة ودامت دياركم بالأفراح والمسرات وأضحى مبارك على الجميع وماذا نقول؟ كل عام وانتم بخير